فاضل أيام قليلة جدا على شهر رمضان الكريم، وطبعا الكل بيستعد لموسم درامي استثنائي هتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السنة دي. في الحقيقة هناك أعمال متنوعة ما بين الكوميدي، الاجتماعي، التاريخي، اللي هتقدم تسلية وهتقدم متعة وهتقدم معرفة. في نفس الوقت هيكون هناك رسائل ومضامين إيجابية هتشكل الوعي عند المشاهد المصري وعند المشاهد العربي خلال الشهر الكريم. طبعا رمضان ده هو موسم المسلسلات، طبعا بجانب العبادة كل واحد فينا بعد الفطار كده يمكن بيحب يعمل قايمة أو بيحب يتفرج على المسلسلات اللي هو بيكون مجهزها من قبل رمضان، اللي بيعمل لها قايمة كده من قبلها يشوف مين النجوم اللي هو بيحب يتفرج عليهم وإيه المسلسلات المختلفة اللي هم عاملينها السنة دي. حقيقة إن إحنا متعودين من الشركة المتحدة إن هي بتقدم لنا تنوع كبير في أعمالها، وده عشان تقدر تناسب كل الأذواق وكل الفئات العمرية اللي بتتابع المسلسل خلال الشهر الكريم، وده اللي اعتدنا عليه حتى في المواسم السابقة يا مصطفى. صحيح، ويمكن المسلسلات بيكون يعني كل النجوم اللي فيها بيحب إحنا بنحب نتابع أعمالهم. يعني على سبيل المثال عندنا خلال هذا الشهر المسلسل الكوميدي بابا جي، وحيكون الفنان أكرم حسني. عندنا المسلسل اللي كلنا بنحبه هنقدم فيه موسم جديد للفنان أحمد مكي، وهو مسلسل الكبير قوي. وحيكون عندنا مسلسل فراولة للفنانة الجميلة نيلي كريم، وحيكون عندنا مسلسل بدون سابق إنذار للفنان الجميل آسر ياسين. طبعا من المسلسلات اللي حيكون ليها مشاهدة كبيرة وعالية السنة دي مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير والفنان العظيم يحيى الفخراني، بالإضافة أيضا لمسلسل إمبراطورية ميم اللي هيقدمه الفنان خالد النبوي. في كمان اهتمام كبير قوي من الجمهور بمسلسل طبعا النجم الكبير كريم عبد العزيز، مسلسل الحشاشين، قصه تاريخيه احداثها مشوقه، بدات في القرن ال11 مع زعيمها حسن الصباح. يمكن دي اول مره الفنان كريم عبد العزيز هيجسد شخصيه تاريخيه، شخصيه هتكون تحدي كبير بالنسبه له لانها واحده من الشخصيات المثيره للجدل في التاريخ. بالتاكيد كلنا نستمتع بالاعمال دي، وفي تنوع كبير قوي شايفينه زي ما انت اتكلمت يا مصطفى، كان في الكبير قوي، في كمان صيد العقارب، في مليحه، في مسار اجباري. يمكن ده من المسلسلات اللي بتخاطب يمكن فئه عمريه اصغر شويه، فعشان كده في يمكن التنوع اللي احنا بنتكلم عنه. يعني احكي لي يا مصطفى ايه المسلسل اللي انت متحمس له وعايز تتفرج عليه ومجهز له من دلوقتي؟ مسلسل الحشاشين، ان انا يمكن عارف ملامح من قصته كريم عبد العزيز، طبعا عارف ملامح من قصته، وعارف ان هو كمان كان في تجهيز ليه وكلام ليه من قبل رمضان اللي فات، يعني من بدري كان بيقول انه بيجهز للمسلسل ده، قرا عنه، كتب عدد كبير من النقاد عن هذا المسلسل. وخليني اقول لك برضو ان الشركه المتحده هتقدم وجبه دسمه جدا من الاعمال لاطفالنا خلال السنه دي، وده افتقدناه طوال سنوات كبير يمكن من جيلنا احنا. يعني كانت من بعد بكار يمكن ما لقيناش حاجه يعني بكار قويه، بكار والفوازير بالظبط كده. الحاجات بقى ايه، كانت حاجات تطلع كده ايه، يعني تطلع وتنزل تطلع وتنزل، لكن في مغامرون الخمسه في حاجات لطيفه، بس يعني بالزبط. محتاجين قصص تاني للجيل الجديد تربطهم بالهويه العربيه المصريه. في وجبه دسمه من الاعمال اللي هتقدم للاطفال السنه دي، افلام مسلسلات كرتون ومسلسلات معموله بتقنيات عاليه جدا من الجرافيك، نتمنى انها تنال اعجاب اطفالنا، وبنتمنى ايضا ان هي تنتشر على الساحه العربيه وتكون بديل لكل ما ياتي من الغرب لايه لاطفالنا. يا ريت، لان في للاسف الشديد يعني زي ما بيقولوا كده السم في العسل بتحط لاطفالنا من خلال افلام الكرتون اللي بتيجي من الخارج، سواء من الغرب او سواء من الجانب الاسيوي. خليني اقول لك ان انا يعني انا لسه ام جديده، مجهود كبير قوي عليا ان انا اقعد اتفرج على الكرتون قبل ما اوريه. انا طبعا كده كده مش بفرج ابني على حاجه، يعني هو لسه صغير قوي، بس حتى لو اغاني بقعد اسمعها الاول اشوف لو ممكن يكون في حاجه فاهم ما تبقاش بتتناسب معانا، فدي حاجه بصراحه بتبقى سخيفه شويه. بس انا رجعت بقى الاغاني بقى التلفزيون القديمه واغاني الفوازير القديمه. يمكن ناس كثيره كانت متوقعه ان انا هبقى يعني من اهلي وكده ان انا هبقى ببقى حديثه قوي كده في
في الاغاني اللي بقدمها لابني، لكن رجعت بقى الحاجات القديمه، فانا متحمسه قوي للي هيحصل الموسم ده وكل المسلسلات في الحقيقه اللي هتتقدم السنه دي. وزي ما اتكلمنا الوجبه الدراميه المتنوعه اللي هتناسبني وهتناسب حضرتك وحضرتك وكل حد، والولاد الصغيرين بالزبط. ويعني الراجل الكبير اللي قاعد في البيت بالزبط. والست اللي قاعده هتبقى بتعمل حتى الاكل، هتبقى كلنا في تاريخي وفي اجتماعي وفي كل الالوان، حتى يعني جايبين يعني ايكونز قديمه زي يحيى الفخراني، معتمدين على شباب زي اكرم حسني، بنكمل مسيره احمد مكي. ففي زي ما قلت كده ايه، وجبه متنوعه مختلفه، والجميل فيها زي ما قلت مسلسلات الاطفال، نتمنى ان هي يعني تلقى القبول عند كل الاذواق وفعلا فعلا تؤثر التاثير المرجو فيه خلال هذا الشهر الكريم. يعني متحمسين نشوفه، اكيد هنتابع مع بعض مسلسلات رمضان والاحداث اللي بتحصل فيها، وكمان يمكن راي الجمهور فيها. مره تانية بنصبح لحضراتكم واهلا بيكم في صباح الخير يا مصر.